ليش على نفسك، انت عارفه من اول ان هو بيحب سلمى. انا عملت كل حاجه علشان انسيها له. الحب ما بيتنسيش، ولو كان هو هيعرف ينسى حب سلمى كنت انت عرفتي تنسي حبه. انا خايفه يا نهله لا فجاه الاقيه اختفى من حياتي. ما تخافيش يا اختي، مصيره يختفي. ده انا اموت من غيره. انا نفسي يحبني زي ما طه ما بيحبك. بقول لك انت هتنق عليا، اهدى عليا شويه يا سوزي وادعي ربنا انه يحبك. ولا يقلقك يا معلم، زي ما خلعناه أول مرة اخلعه تاني مرة. الواد المرة دي راجع بتقله ولا يهزنا. اهدى وقول لنا هديت. هديت يا معلم، اللعب المرة دي لازم يكون بعقل. عايزك تراقبهولي وتجيب لي تقرير يومي عنه. تمام تمام يا معلم. قلت لك 100 مرة يا سوزي اللي بينا وبين بعض شغل وشراكة ورفة، مش أكتر من كده. أيوة يا حسن، بس أنا بحبك ونفسي أتجوزك. دي مشكلتك، ولو مش عايز تخسريني ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. اشمعنى نهله وطه بيحبوا بعض وهيتجوزوا؟ اديكي قلتيها، بيحبوا بعض. انا بقى ما بحبش حد. يعني اللي بيني وبينك السرير وبس. وبمزاجك، لا بعتلك ورد ولا دباديب. لسه بتحب سلمى؟ زعلان قوي اني بفكرك بيها. نسيت ان هي غدرت بيك وسابتك؟ دي واحدة واطية وشمال. اجيبي سيرتها على لسانك. بحبها، ما بحبش غيرها، واللي بيني وبينك سريره بس. ستك فين؟ سلمى بدي اسلم. عندي ليكي خبر استاهل عليه مليون بوصه. يا شيخه مهما تقولي مفيش حاجه هتفرحني، حتى لو بخصوص حسن. حسن ايه؟ قولي. ان ايه؟ قولي. فاكره البنت اللي كنت حكيت لك عليها؟ اللي بيقولوا هيتجوزها. ولا هيتجوزها ولا حاجه. بتقولي ايه؟ مش طلعت انها شريكته هي والعيال صحابه؟ وانت عرفتي منين الكلام ده؟ من امه، ما انا عديت عليها الصبح وعرفت منها كل حاجه. جزء يا ميادة. ايوه ما تمسكنيش كده. الله، وامه قالت لي ان هو بيحبك وما يقدرش يستغنى عنك ومش ناسيكي. يا حبيبي يا حسن، والله العظيم عارفه انه بيحبني، والله العظيم عارفه انه بيحبني. يا بنت عندنا ما تمسكنيش كده. اصل انا فرحانه يا بنت. طب خلاص افرحي. هسيبك انا بقى واروح اشق على ابويا سايباه من الصبح. انتوا عاملين كرنب النهارده ولا ايه؟ بالهنا والشفا. غير سعيكم مشكور. ايه ده؟ الجميل مش لاقي عليه الحزن خالص. ايه يا بت؟ هتفضلي لابسه الاسود ده كتير؟ ابوك خلاص مات، الله يرحمه. ابعد عني بقى، خلاص اللي بينا مات. نحيي تاني مش هينفع، ده مات واتدفن. يا بت ما تنشفيش مخك. طب ايه رايك هنفتح صفحه جديده؟ اوعدك ادلعك اخر دلع. انت مالكيش غيري دلوقتي، بص لمصلحتك يا مياده. يا رجاله لكم ساعه
عيدة بقى. تاكل عيدة دول. ايه ده؟ انت مش هتاخدهم معاك؟ ياخد عدويني جرية ميادة دول رجالتي، يعني انا هما وهم انا، وعايزك تعملي معاهم الصح. صح ايه يا ابن الكلب يا وزغ؟ يا عيب يا ميادة، دول رجالتي لازم تعملي معاهم الصح عشان يشتغلوا معايا بضمير. ليكوا سعيدة. ضمير؟ سعيدة ضمير يا ابن الكلب. بس اوعى ايه ده؟ ما تخافيش ما تخافيش، احنا كويسين قوي والله. اوعى ايه ده؟ سيبها لي انا اقنع، انا خرجت الاول اكبر. انا بحلم باللحظه دي. معلش يا كابوكا والنبي مش قادر كده. طب تعالي يا حلوه. اوعى تاني. انا مالك يا عيني. يعني هم ناويين ينافسونا في السوق؟ ايوه يا معلم. ومين بقى اللي هيدوب البضاعة؟ تخيل معلم عاشور بتاع امبابة. انت متأكد من الكلام ده يا ذوق؟ عيب عليك يا معلم، ده انا ذوق. بعطية. ماشي. ما بتاكلوش ليه؟ ايه الكمين ده؟ أول مرة أقف هنا. فرحة. ده الخير يا باشا. مساء النور يا حبيبي. تبلغ ان العربيه دي فيها مخدرات. مخدرات؟ اه مخدرات. ايه بس يا سعاده الباشا؟ بطل العربيه وانزل لي. يلا انت وهو اشتغل. اتفضل يا باشا. ده اكيد بلاغ كايده يا باشا، اكيد. يعني احنا حضرتك تجار قطع غيار وورقنا سليم و100 100. بقول لك ايه، انا ما بحبش الرغي، فتش العربيه دي انت وهو. ياسين بدا يشتغل. يعني استعجلت موتك يا ياسين كده؟ بقى اللعب على كبير مع ياسين. انا خايفه قوي. ما تخافيش، اللي خايف هيتعمل وشه مداس وطارين للمدارس. بقول لكم ايه، طلعوني انا بقى بره الليله ديت والدنيا حقي. انت بتقولي ايه؟ احنا طول عمرنا على الحلوه والمره مع بعض. لا خليها براحتها، خليها براحتها. انا اهلي. ده اخر كلام عندك يا بنت الناس؟ اه خلاص، بعد العمليه الجايه دي باخدها حقي. بقول لكم ايه، انا مش عايز حد فيكم يجي المحل ده تاني. عندك حق يا صاحبي، احنا دلوقتي برضه وضعنا اتغير، في برستيج والمدام حامل. حامل؟ اه الله اكبر، حامل. تلزم يا بنت. مبروك يا طه، مبروك يا طه. ابقى هات. حامل بجد؟ ايوه حامل اهو. حلف يا بت. لا الطلاق عادي. يعني ايه قصدك بقى بقى الا ربع دي؟ يعني طول ما انت شغال مع المعلم ياسين ما بقتش معلم. ما تبقيش، انا بعد العمليه الجايه دي